إلى خدنا الحالة الطرقات <applause> وأنت سيد الرئيس بنفسك كل ما تحت لي الفرصة أنني نتكلم معك كتقول لي علاش الطرق بمدينة الدار البيضاء بهذه الطريقة اليوم الفائض بمدينة الدار البيضاء لا يتجاوز 100 مليون ديال الدرهم اللي كيخصنا في برنامج استعجالي ديال 10 المليار ديال الدرهم لان عندنا 6000 كيلومتر مربع ديال مدينه الدار البيضاء باش نصاوبوا كيلومتر واحد خصنا 10 المليون فاذا ضربنا 10 في 6000 كتعطينا رقم جد مخيف للاسف بالنسبه للتعمير العمل اللي كنديروا اليوم هو السهر على احترام ضوابط التهيئه والبناء الجماعيه تسهيل ولوج للرخص الاقتصاديه التجاريه رخص التعمير رخص السكن وضع نظام العنوانة كل هذه المشاريع والأنشطة للرفع من الحكامة وأيضا للرفع من المداخيل اليوم الجماعة عندها تمويل ذاتي 96% كتجيها من المداخيل ديال الجبايات وكتبقى لها 6% من لا تيفيا وكنظن على ان كان هناك توصيات اليوم باش نعود نشوفوا في في التمويل ديال مدينه الدار البيضاء لان احنا عارفين على انها مدينه تنمويه اكبر لو بي بي ديال اجيد مهم وبالتالي ما يمكنش مدينه الدار البيضاء تولي تستافد غير من 6% من القيمه المضافه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي